طيب مشاهدينا، خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع اخر. وامبارح كان اخر يوم في فعاليات مهرجان سباق الهجن بالعريش اللي شارك فيه العديد من القبائل العربيه من شمال وجنوب سيناء، كمان من باقي المحافظات. وكان في الحقيقه حاله من السعاده عند اهالي سيناء بعوده سباقات الهجن اللي كانت توقفت من فتره كبيره. خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع لحضراتكم. انتهت فعاليات اليوم الختامي لمهرجان سباق الهجن بالعريش، وشهد المضمار في اليوم الثاني انطلاق 26 شوط، حيث اختتمت فعاليات المهرجان بمدينة العريش بعد انطلاقها على مدار يومين بمشاركة العديد من القبائل العربية من شمال وجنوب سيناء وعدد من محافظات الجمهورية، وسط سعادة بالغة من أهالي سيناء بعودة سباقات الهجن بعد توقف دام 14 سنة. المسابقة دي آخر مرة تمت فيها كانت سنة 2008. النهاردة في سنة 22 بتتم المسابقة لأول مرة. عدد الجمال المشتركين فيه 360 جمل من جميع القبائل العربية، واحنا بنشكرهم على مجهودهم واشتراكهم. والحمد لله رب العالمين، عاد بكل قوة الهجن. طبعا بالنسبه للسباق بتاعها يرتبط المسافه اللي بيجري بيها زي ما سيادتك شايف قدامك حسب العمر بتاعها من سن سنه لغايه 5 سنوات. السباق بيجرى بمشاركه 360 جمل من مختلف الاعمار، ولاول مره بعد توقف عده سنوات بتقام بطوله لسباقات الهجن على مضمار نادي الهجن الرياضي بالعريش، وكان اخر بطوله اجريت في سنه 2008. ونادي الهجن الرياضي المصري هو أول نادي لسباقات الهجن في مصر، تم إشهاره في الأول من أغسطس سنة 1997، وعلى أرضه انطلقت السباقات ووصلت لكل محافظات مصر. هذه الفعاليات لمهرجان الهجن في شمال سيناء هي بتتميز من ضمن المحافظات مصر بهذا المهرجان من قبل 14 سنة، ولذلك احنا بنتمم هذا الاحتفال تباعا مع الظروف القائمة حاليا، وهي الظروف مهيئة تماما لهذا الاحتفال. مهرجان العريش طيب هارت، ومهرجان قديم ومهرجان له تاريخه من قديم الزمان. الجمل جبناهم وطلقناهم، والواد كل شوي نقول له اقرع الجمل وسوق الجمل، لما ربنا كرمنا الحمد لله وجبنا الاول. احنا سعداء بعودة المهرجان وسعداء بكل حاجه في المهرجان يعني حاجات حلوه. العريش يعني رجعت احسن من الاول، امن وامان. مضمار السباق في هذا المكان مخصص بعرض 20 متر في طول 8 كيلومترات، ويعد الاطول من نوعه على مستوى ميادين السباقات في مصر. وعوده نشاط سباقات الهجن لمدينه العريش بيضيف رواجا اقتصاديا وسياحيا، وهو يعد عرصا جديدا يضاف الى قافله التنميه والازدهار بشمال سيناء. احمد الحسيني، صباح الخير يا مصر.